أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، ويا هلا ومرحبا بكم في برنامجكم إدراما. طبعا زي ما عودناكم في كل أسبوع عندنا فنان نجم له بصمته المميزة في عالم الإدراما، وضيف حلقتنا لليوم مميز من الشباب، طبعا من الفنانين الشباب اللي كان لهم بصمة مميزة في الأعمال السعودية، ما شاء الله عليه، شارك في المسرح وأيضا في السينما وأيضا في تقديم البرامج. طبعا هو نقدر نقول أنه هو زميلي لأنه شارك في برنامج مميز على التلفزيون السعودي. طبعا هذا الفنان من كثر ما كان ما شاء الله عليه يعني شاطر ومتفوق بالدراسة، ما يعني كان ما يحب الدراسة رغم أنه كان ما شاء الله عليه مميز ودرس الإعلام من حبه للإعلام. خلينا نرحب أعزائي المشاهدين بضيف حلقتنا لليوم الفنان بدر الحيد. يا هلا ومرحبا. يا هلا وسهلا بيك. أول شيء أنا شاكر على الدعوة المميزة وشاكر لكم يكون معكم في هذا البرنامج المميز، وبعدين العين ما تعلى على الحاجب، يعني مو زميل، يعني مو برنامج واحد بس، البرنامج الواحد ما شاء الله عليك كنت بارز فيه، كان فعلا برنامج شبابي مميز. البرنامج هو نجم الكوميديا السعودي الكوميديا. صحيح، هو كان برنامج فكرته جميله حقيقه يعني، واعتقد انه كان البرنامج هو الأوحد في الخليج والوطن العربي يمكن إذا نفس الفكرة، يعني أنك تبحث عن نجم ممثل. أتذكر حتى كان الفنان عبد العزيز الجاسم من قطر والفنان حسن البلام من الكويت كانوا يقولون يا ليت الفكرة خليجية، أنه البرنامج هذا يكون خليجي. البرنامج بالنسبة لي أنا كبدر الحيد أنا مستمتع بالتجربة وأضافت لي، يعني أضافت لي، والدليل أنك الآن في التقديم ذكرتي هذا الشيء، فهي تضاف لي في السي في على يعني معنا تونا في البدايات. يعني نتكلم عن مشاركتك فيها، بس أول شيء نبغى نسترجع ذكريات بدر المشاغب اللي كان يحب المدرسة وما شاء الله عليك يعني خريج إعلام، يعني من هوايتك للإعلام. خلينا نتكلم عن مغامرتك كذا وأنت طفل وتجيب تقلب السرير وتطلع وتسوي مسرح، نبغى نسترجع الذكريات الجميلة اللي كانت بداية انطلاقتك النجم من نجوم الشباب بدر. صدق حقيقه يعني انا في البدايات يعني كنا نلعب كوره عادي يعني تلعب مع الشباب، بس كانت واحده من الالعاب المفضله المسرح. تخيل كنت اشيل الخشب الفراش هذا حق السرير واقلبه مسرح واسكر الباب واسوي جمهور والتذاكر والعب مسرح، العب اسميها لعبه والله. اهم شيء كانوا اخوانك متحمسين معك؟ اخواني والجيران، اخواني الجيران اجمعهم، حتى كنت احط مسجل ورا واسوي شو اسمه اصوات مره، يعني شغل عجيب محترف. كيف جت الفكره هذه انك انت فعلا اكون في يوم من الايام او اني امثل او اني اكون مثلا كوميدي اضحك واجمع اصحابي؟ لا انا مو 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 كان ما كان الهدف بالنسبه لي كوميديا او دراميا، ما كان يعني انه انا افكر اني اكون ممثل كوميدي او ممثل، انا كنت احب اني اكون ممثل كتمثيل فقط. ما فرقت اني وش اكون كوميدي او في الثانويه بديت امارس نشاطاتي اللي هي يعني الاذاعه مسرح الثانويه. طبعا بعد الثانويه انا يعني قراري اني ادخل اعلام على اني مفكر انه كان في شعبه مسرح، ما دريت انه على وقتي بعد ما دخلت الجامعه لانها ملغيه المسرح. يعني المسرح الغي شعبته 2001 اعتقد. انا دخلت المسرح الجامعه 2003 او 2004، فما دريت انها الغيت شعبه المسرح، فكنت مصر يا ادخل قسم اعلام او ما ادرس جامعه، ما راح اكمل. والحمد لله، الحمد لله انا اعتبر نفسي المحظوظ الحمد لله يعني. مين اللي يساعدك؟ طبعا في كثير من الشباب يحس انه من الصعوبه، طبعا الحين صارت سهله عند شباب الكيك والانستغرام واليوتيوب، على زمان اول يمكن كانت صعبه بالنسبه لك كشاب انك تقدر تدخل لوسط الاعلامي للفن، انت كيف قدرت؟ مين اللي ساعدك ومسكك من يدك كذا وقال لك تفضل هذه الابواب مفتوحه لك؟ والله شوفي انا ما راح اقول لك الاجابه التقليديه لكل اللي جاوبها، انا جيت بالصدفه، ما في شيء يجي بالصدفه. لكن شوفي انا قبل يعني انا اكيد راح اتكلم عن 37، بس هو مسلسل 37 ما ادري هل هي صدفه او انه اجتهاد منه هو اللي خلى العمل هذا انه ينجح ويضرب وايضا يتعمد. فما اتوقع اني اقول لك صدفه، الصدفه وش هي؟ انا بقول شيء لاول مره اقوله يعني. في 2003 انا كنت حاب امثل يعني، وكنت توني طالب، فهذه صدفه. فقالوا لي روح للشركات يا اخي، عندنا شركات انتاج ومدري ايش، ومر وعرفهم على نفسك وقول اني حاب التمثيل. فبالصدفه انا تعرفت على كم شركه، ومن ضمن هالشركات كانت في ليالي الانتاج الفني مالكها الاستاذ، اوجه لك التحيه، عامر حمود. فعرفت مكان الشركه ورحت لهم، فرحت لقيت الشركه مليانه وزحمه قلت كل دول قاعدين يبغون يمثلون يعني. فدخلت عليهم وقتها كان عندهم اول يوم تصوير مسلسل،
كان مسلسل اسمه نبض الحياة، كان أول مرة أوقف عند كاميرانا. ممتاز. مسلسل هذا اسمه نبض الحياة، كان تأليف الدكتورة ليا هلالي. كان مسلسل سباعي 7 حلقات بالأسبوع المرور بس. يعني الأمن العام كان هو المنتج هالعمل، وعرض بالتلفزيون السعودي وعرض في الـNBC نفس الوقت. فدخلت الشركة على وجهي كذا، فشافني الله يذكره بالخير مدير إنتاج اسمه علي الشهري، ما عاد أذكره من بعد هذاك العمل. فقال ايش تبي انت؟ شو تعرف يا خرشة التصوير؟ فقلت له انا ابي امثل وما ادري ايش. قال ايه انت تعال تعال يلا يلا روح السجن، روح السجن. سجن؟ انا بمثل انا. قال ايه روح مرور الناصريه، تعال مرور الناصريه. قلت قال روح روح روح. قلت قال روح يا ابن الحلال خلاص. قلت روح روح اوكي، واشغل سيارتي واروح مرور الناصريه. وادخل مرور الناصريه ولين قال، وقلت له سمحت اسال وين التصوير؟ قال في السجن. قلت طيب وادخل السجن. يعني بداياتك سجن؟ تخيل اول مشهد سجن. دخلت السجن لقيت فجأة الاستاذ عامر حمود ناظرني كذا، عارف اني يعني مبلم او شيء، فضحك قال لي نعم. قلت له انا بمثل. قال اي دور؟ قلت ما ادري والله ما ادري. قال يضحك هو، فنادى مساعد مخرج وقام قال من نادى؟ قلت ناداني هذاك الشخص زي كذا اسمه علي الشهري وما ادري. فقال اي دور فهد. قلت له وش دور فهد؟ قال انت فهد ولد طايش وما ادري ايش، مراهق ويسرق سيارات ويستخدم سلاح وما ادري ايش ويسجن. قلت طيب. قال هذا المشهد هو مشهد نهايه المسلسل اللي يجي فيه ابوك ويأنبك وانت تنهار وتبكي. تخيلي اول مشهد لي واول يوم وانهيار. فقلت له اوكي. فجلست ووقفت عند السجن وحطوا اضاءات السجن. كان دور والدي الله يرحمه الفنان عبد الرحمن عبد الرحمن الخريجي. ومثلت يعني تراجيدي مو كوميدي انك انت تحاول تضحك. والله العظيم الان عرفت هالشيء. كان تيك 1 خذوه تيك، ما ادري ايش تيك اول تيك 1 خذوه واقف كذا واول جاي. تخيل اللوية ذي ويجي الفنان عبد الرحمن الخريجي وليش سويت كذا يا فهد؟ انه ما تقصرنا وانا يبو متحس وما مشيت ومشي معك. هذا كان مسلسل وعرض كان في 2004 اتوقع، كان اول سنه في الجامعه وكان الشباب طلاب في الجامعه ممثل ما ادري ايش وكان سبعه. هذه اقول لك صدفه. يمكن هذا اللي خلاك انك انت مثلا انك ودك، خلينا نتكلم بصراحه انه بدر، هل انت مثلا كان فكرك انه انا فعلا انا حابه بالشيء هذا، ولا انه الاضواء والشهره تسحب البني ادم وتطلع مثلا تعجبك الفكره هذه؟ يمكن اي احد يفكر في الاكيد انه يكسب محبه الناس والاضاءه والشهره شيء مهمه بالنسبه له، بس انت يوم انك كنت مثلا زي الدور قلت تراجيدي ويبغى له بكى يعني انت يوم جيت مثلا اديت الدور هذا ايش اللي كان في بالك؟ هل انه فعلا انا بستمر اثبت نفسي اكثر؟ انا احس انك انت تبكي تكفون يا جماعه. لا لا انا ابغى امثل. لا لا والله لا، لاني انا يعني بكل تواضع يمكن ممثل يعني انا احب التمثيل. يعني انا احب يعني انا احب ممثل، احب التمثيل والله، مو ما احب شهره، ما احب اكيد الواحد يطمح انه يكون عنده جمهور وناس تحبه، لكن أنا في النهايه احب التمثيل، التمثيل مهنه التمثيل. ويعني وكان عندي هالمهنه يعني بس وبعدين بعدين بعدين استمر الوضع بدأ صار 37. 37 هو يعتبر العرابي الحقيقي للجمهور، هو اللي من خلاله عرف الجمهور بدر يعني الحيد. نقدر نقول انها بدايه انطلاقه انطلاقتي الفعليه كان من خلال 37. 37 عمل نفس الشيء، كان اجتهاد شخصي من الشباب. احنا كنا شباب. انت كنت تعرفهم؟ لا عرفنا عليهم سمير عارف احنا المخرج. فكنا 6 شباب بس بكاميرتنا نروح المستشفى نصور على انه متحمسين ان احد يعمدنا يعني. فكان المشهد لي مثلا تلقي الشباب محمد مقبل ماسك البوم والثاني ماسك اضاءه بس. كانت اجتهاد شباب لكن صورنا 12 حلقه وبعدين وقفنا. دخل علينا رمضان على انه يعمد، فالظاهر ما صار في حماس من الشركات او شيء لانه كان عمل بدايه. فالمخرج ذكاء يعني سمير عارف نزل بايلوت جمع فيه كم حل للعمل، وحسب ما ذكر لي يعني واكيد من خلال هالبرنامج انه انا اعتبره يعني لو انه هذا صحيح يعتبر هو عرابنا الحقيقي شيخ ويد ابراهيم اذا كان هذا انه على كلام انه هو شاف العمل في اليوتيوب بالصدفه وطلب المخرج طلب انه يعمل ونفس الممثلين وطلب تعميده يعني بشكل اكبر وعملنا يليق انه يعرض على التلفزيون ويمكن حتى الرسالة. فترتها يعني سوت ضجة كثير كبيرة. يعني أنت تتكلمي عن فترة كان الناس طبعا كان طاش مطاش هو المتسيد أكيد. وكان الناس متعودة على مسلسلات الأب الأم شركة يعني، فجاهم عمل شباب بس يمكن زعلوا منكم شوي الأطباء الطبيبات في المستشفى إنكم زودتوا شوي أطباء وطبيبات الكل يعني الكل زعل منكم يعني حتى يمكن السكيورتي لما جينا نصور الجزء الثاني المستشفى اللي كنا نصور فيه الجزء الأول اعتذر منه
قالكم سويته اي والله خاطيهم شباب. طبعا هذا ندلدل انه ما شاء الله كان فعلا، انا بالنسبه لي ككنت مشاهده بغض النظر عن الاعلام او التقديم وإلى كان الآن اختمال الى الان يعني في مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا الى الان الجمهور يطالبنا يعني مو انا بس، كل فريق عمل انه نبغى جزء ثالث، ليش ما تسوون جزء ثالث وكيف الشباب وكيف. وعشان كذا نبغى نسترجع الذكريات الحلوه اللي كان كم لها من سنه تقريبا؟ اربع عشان كذا خمس سنوات الناس يحسبونك من الطيبين شافوك خمس سنوات ممثلين من قدامه. نطلع نشوفه يلا اوكي اعزائي المشاهدين، نطلع وياكم نشوف 37 درجه ونرجع لكم. بدري يا احمد، بدري يا احمد. نعم انا بدري يا احمد. شو؟ قصدي انا الطبيب المسؤول عنها. ايش تبي؟ انت طالب امتياز؟ لا طالب القرب. صاحي انت؟ اي والله من 7:30. اقول والله ما ينشرح عليك. اقول هذا مو بشغلك. اذا بغيت اشعه تطلبها من القسم من عندنا وهم يرسلونها لك، ولا تتعب نفسك. طيب وش الاشكال يا اخي؟ انا حاب اطمن على مريتي بنفسي واشوف اشعتها يا اخي. اقول هذه اشعه المريضه، ثاني مره اتعودها. فاهم؟ يلا قص انت شعرك. أنا من شفتك لابس غترة بدون طاقية أنا غاسل يدي. ألو هلا يا شيخ، ما رديت عليك معليش، بس تعرف تعبان و أشعة ومرضى توني جايب تحاليل البول، هذا هو معي. رحت وجبت تحاليل البول ومشاوير أخي الله يعين، والله تعب تعب جد يعني. تخيل أنا أتعب اليوم أنا كله أصدق. لا لا يا شيخ جوالي رن خربان يرن. على فكرة هذه ترى ما هي بشغلتك. أقول هذه ما هي بشغلتك. في ممرضات وفي فنيين هم اللي يتولون الشغلات هذه. ها يا دكتور سحبت العينة؟ بصراحة أنا ما عرفت كيف أخذها بالضبط، فقلت إيش؟ بحكم انك انت استشاري كبير فتجي تسحب السوائل. وشو؟ ايش قلت؟ تجي تسحب السوائل من بطن المريض. انا اسحب عينة سوائل من بطن مريض؟ حبول انت؟ انت صاحي انت؟ يعني ابغى افهم، انا ابغى افهم انت وش شغلتك هنا؟ انت يعني انت وين درسوك؟ شكلك على كذا انت الظاهر انك متخرج طب ليلي انت. لا لا كنت احضر اجي الصباح. تعال 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 يا طبيب يا مقيم. هذا طالبكم اللي ما عرفتوا تعلمونه شغله، ابغاكم تشوفون لي حل معه. دكتور ايش سوى دكتور؟ ايش سوى؟ طلبت منه انه يسحب عينه من بطن مريض اجي له يقول لي والله ما اعرف، وبيك انت يا دكتور تسحبها. سامع الكلام؟ صراحه كلام ما ينقال. انا ابغى افهم وش طبيعه شغل طالب الامتياز والطبيب المقيم؟ صحيح. ممكن تقول لي؟ بس والله يا دكتور انا ما لي علاقه، هذا مع الدكتور سليمان. ايوه الدكتور سليمان هذا وين فيه؟ في 2/6 وراي. يا هلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ويا هلا ومرحبا بضيفنا. طبعا كانت ذكريات جميله جدا. في نقاط مهمه، انه اول شيء قالوا انه انتم كنتوا طلبه امتياز، لكن اللي هو الصحيح انه كان نايف هو طبيب، هو الوحيد. نعم هو اللي كان معنا، هو اللي كان يعطيكم الافكار.
وهو يعني العمل كفكره كان المخرج سمير عارف والاستاذ طارق الحسين كفكره انه رسم شخصيات وفكره العمل انه 6 طلاب امتياز وكذا. كانت بس اجتهادات شخصيه لان كل واحد يعني يضيف افيه لا لا بعدين كتاب الحلقات والسيناريو وحوارها الجزء الاول كان نايف فايز اللي هو معاذ يعني. طيب بدر كيف يعني انت بالنسبه لك شاركت مع النجم يعني يمكن هو ظهوره على الشاشه لحالها تضحكك تذكرك بمواقف حلوه صحيح بمشاركته معاكم انتم كشباب وتوكم مبتدئين ايش الاكثر شيء كان مثلا يوجه لكم رساله انه ترى هذا شيء صح هذا لا هو كان مثلا من النوع اللي فعلا الاخطاء اللي انتم ترتكبوها في المشاهد يجوا يصححها لكم يعني يحتويكم الله يكرمك بالخير يا براكان حقيقه والله بدون مجامله بدون جماله الفنان ناصر القصبي كان معنا في 37 أول اجتماع قال يا شباب أنا معكم مو أنتم معي أنا راح أخذ منكم أنتم لا تأخذون مني والله العظيم بالحرف الواحد كذا قال أنا راح أخذ منكم أنتم لا تأخذون مني أنا داخل العمل هذا وهذا عمل أول مرة ناصر القصبي يعتبر منفصل حالة عن الفنان الكبير عبد الله السدحان يعني مع استمرارية الطاش وعلى فكرة مسلسل 37 كان انطلاقه مو بدر الحيد بس يعني كان اللي نتكلم عن الاستمرار إيه يعني مثلا مع زميلتنا ريماس منصور كان هو البداية الفعلية معنا كانت الفنانة غادير السعيد كان مجموعة كلهم أول مرة يمثلون يعني كلهم انطلقوا معنا من 37 فالفنان الكبير ناصر القصبي نفس المشهد مثلا هذا اللي شفناه مشهد الأسانسير هو المشهد مفروض أني أدخل بالعينة هذه والعلبة للأسانسير فهو يقول لي هذه مو شغلتك يعني بس بس أنا قلت له براكان شايك أدخل وأني أسوي نفسي هايط أني أكلم شفني يعني وأني والله تعبت زي كيف يرنن يبان لي كذا فانبسط بالعكس يعني ويدعم ويفرح بالإضافات هذه مثل ما قلت لك يقول أنا معكم يعني حتى المصطلحات الشبابية اللي احنا كنا نستخدمها في المسلسل أنه مسلسل كنا نستخدم مصطلحات شبابية عشان نبين أنه شعبي المسلسل يعني أي واحد يقدر مش تحس بها مش فيه عرفت الألفاظ فكان يأخذها منه أيضا يعني ونتعلم منه وحتى يعني تشوف الأول عمل مع ناصر أول عمل لك يعتبر ومع ناصر القصبي أنا بالنسبة لي كنت أستفيد من هالشيء يعني في مشاهد أول مشاهد صورناها مع الفنان ناصر القصبي كان هو دكتورنا المسؤول عنه الاستشاري وحيد وأنت تقف قدام هامة كبيرة مثل ناصر فأنا خوفي منه كان شو اسمه مستفيد منه من الدور أيضا يعني في الدور أنا أخاف منه كطالب امتياز وهو دكتوري ويمكن على الواقع كنت تخاف إيه فكنت أستفيد منه هذا الشيء بالعكس أخليه إنه يفيدك في الدور يعني فنتعلم منه كثير حقيقة يعني طب ما تذكر شيء مثلا قال لكم إياه يا شباب عشان أنتوا فعلا توصلوا للنجومية لازم يكون لكم أساسيات معينة هو ما قالها لفظيا هو أعطاني إياها عمليا يعني خلاك أنت تشوف خلاك أنت تشوف مثل إيش خلاك أنت تشوف ناصر القصبي إيش يسوي أنت بتوصل تصير لازم تسوي كذا ما جاي يعطيك محاضرة يا شباب عشان تسوون كذا لازم تسوون كذا لا أنت بتشوفتي فنان ناصر القصبي إيش راح يسوي أنت يا بدر الحيد أصلا إذا أنت حاب تكون مثل هالقامة أكيد الواحد يطمح أنت أكيد تناظر تتعلم منه بكل شيء ومو شرط أنه هو يجي يعلمك يقول لك سوي كذا سوي كذا سوي كذا لا أنت تتعلم منه مجرد أنك تشوف التزام الحفظ الحرص على النص الحس يعني كل امور كثيره يعني انت تقدر تعلمها منه عشان توصل للي هو واصل لك وتطمح لك شيء صراحه انه مشاركتكم مع نجم كبير كانت مشاركه جدا رائعه وفعلا انه وفي كثير من الشباب ما شاء الله من الفنانين والممثلين اللي ما شاء الله برزوا صح بالساحه الفنيه بتواجدهم مع ناصر بما انك انت شاركت مع ناصر وايضا شاركت مع عبد الله في منا وفينا صح فنبغى نشوف ايش اللي استفدت ما بين يعني نقدر نقول مدرستين عبد الله وناصر انا اسبكتيني انا كنت بقول لك هالكلام انه ناصر القصبي مدرسه وقامه فنيه والفنان عبد الله سدحان ايضا مدرسه وانت في النهايه تلميذ تستفيد من كل مدرستين يعني انا طبعا تشرفت اني هالسنه اشتغلت مع الفنان الكبير ايضا عبد الله سدحان طبعا الفنان عبد الله سدحان انا اشتغلت معه قبل 37 كان معنا ضيف شرف في حلقه في 37 درجة أيضا وكان جايب شخصيته عبد الله سدحان هو كعبد الله سدحان يعني إن كنا ندخل عليه في المستشفى بنقول آه أنت بع إنه نفس الكرب بس هذا كعمل إنه كاركترات مختلفة يعني حقيقة ما يقل عن الكلام اللي يقوله في الفنان القدير ناصر القصبي نفس الكلام الفنان يعني شوف فنانين النجوم الكبار حقيقة يعني بالفعل كبار يعني حقيقة إنك أنت تعلمين منهم حقيقة يعني بالالتزام بالنص بالحفظ في الاهتمام في الأداء في الحرص على كل شيء تفاصيل الشخصية الدقيقة
فأنت تتعلم عليهم منهم يعني. أيضا تواضع يعني أحيانا أنا مثلا أحيانا إنه في نص كذا فلما أسوي بروفا أنا والفنان عبد الله سدحان إنه أبى صحح له كذا من باب الاجتهاد فأنسى أقوله بدر أنت قاعد تصحح عبد الله سدحان يعني فألقاه قاعد يرحب وبالعكس مستمتع فأنا أحيانا أقوله إنه فما في عندك كبير وصغير في المشهد إحنا الآن في مشهد تمثيل يعني يكون هم يتعاملوا معاكم بما أنكم مو أنتم ممثلين جدد لا أنتم ممثلين مثلنا مثلكم أكيد ويستفيدوا منكم زي ما أنتم تستفيدوا منهم شيء صراحة رائع فعلا أنك أنت تكون مشارك مع فنانين كبار أنا ما أعتبر نفسي محظوظ وتستفيد منهم الأشياء الكثير طيب وش استفدت منهم أكثر اللي بالنسبة لك فعلا الاثنين هذولا أنه استفدت منهم ويوم منهم ناصر وعبد الله انفصلوا عن بعض إيش الشيء اللي ضايقك فعلا بما أنك أنت شاركت معاهم في ما شاء الله ب37 درجة وفطاش ما طاش ويوم كل واحد استقل ناصر صار لحاله وعبد الله صار لحاله إيش أكثر شيء ضايقك حسيت أنه فعلا أنتوا كممثلين افتقدتوا ما بين الممثلين اللي نقدر نسميهم توينز صحيح أنا بعد 37 تشرفت أنه في طاش 17 عطوا لي كان 3 حلقات بطولة مطلقة يعني هذا بحد ذاته كان شرف لي أيضا وأيضا في طاش 18 الفنان ناصر القصبي والفنان عبد الله سدحان حقيقة الواحد يعتبر نفسه محظوظ يعني أنه مثل قامتين كبيرة مثلا أنك اشتغلت معهم في النهاية لما ينفصلون أنت في النهاية الكل يطمح أن يكون في طاش مطاش يعني طاش الكل يتمنى أن العمل أن مثل طاش مطاش ما يتوقف أكيد لكن يمكن الكل واحد منهم له وجهة نظر تحترم أكيد يعني شوف وفي النهاية صار مثل ما قال الفنان ناصر القصبي في تصريح في رمضان إنه هالسنة استفاد الجمهور من عملين مو عمل واحد يعني أنت شفتي منه وفينا شفنا سيلفي وأنت بتشوفين الفنان عبد الله سدحان في عمل وراح تشوفين الفنان ناصر القصبي في عمل أكيد لو في نص راح يجمعهم أكيد يعني بس مين الأكثر لو رشحوا لك عمل قالوا لك عبد الله وناصر ناصر سدحان لا جد لا والله الناس بالنسبة لي يعني إذا جاء قدم لك ناصر عمل أنا هالسنة كنت المفروض في سيلفي يعني أوجه تحية للأستاذ عبد الرحمن زايد وما قصر أنا المفروض هالسنة كنت في سيلفي يعني معهم وكنت راح أكون في منه وفينا بعد وليه ما طلعت ما صار ظروف إنه الحلقات تأجلت لما بعد بيروت لأنهم كانوا يصورون بيروت فانشغلت أنا في منه وفينا وما قدرت أكمل يعني في النهاية أنت شوف هي من قيمة من أخلاقيات الكبار أيضا فنان ناصر القصبي ما يعني ما عندي أنا الحساسيات هذه حتى لو في فنان ما يحبه شخصيا على فكرة بقول لكم سرا لو كان فنان ما يحبه شخصية كشخصية بس إنه ممثل شاطر الدور ينادي الفنان ناصر القصبي ما عنده أي مشاكل يعني عنده أهم شيء إنه العمل يكون زي ما هو طب كيف تواصلك مع الشباب اللي كانوا معك في بداياتك جيد هم شغلوا بالدراسة يعني كلهم سافروا لدراستهم يعني تقريبا نص الكاست كله او ايه تقريبا سافر وباقي الشباب متواجد معهم في تواصل المسرح يعني انا ومحمد علي ونايف فايز استمرينا مع بعض في المسرح يعني كان 4 سنوات اللي راحت كلها كنا نقدم مسرحيات في العيد وفي المناسبات الصيفيه اللي كانت تجي في منتصف العام مستمرين يعني طب ما فكرت بدر انك انت مثلا تطلع لبرا تدرس تكمل مثلا انه ادرس سينما ادرس اخراج اتخصص في مجال الاعلام اكثر لا. ادخل معاهد في التمثيل لا برا لا لا ما انت سالتك فكرت اقول لا والله ومو حاب يعني حقيقه هنا يمكن ان ادرس يعني سفر دراسه لا مو حاب بس اذا هنا يعني في دورات او شيء بالعكس الواحد حلو انه يتعلم ويسقل ويبني موهبته يعني يمكن انت بالنسبه لك التجارب اللي انت قاعد مثلا المسرح مثلا مدرسه ويمكن تجربتك في نجم الكوميديا مع الفنانين الشباب المبتدئين كذا تحس نفسك انت شايفهم وانت اكيد تحمسهم يا شباب ايوه برافو والله ايه يعني وكان بالفعل وكانوا يجون يلجؤوا لي في كل شيء وكاني انا مره رئيس البرنامج لان انا كنت في قريب منهم معهم في الكواليس يعني هذه بحد ذاتها بالنسبة لك إنه أنا كممثل أقدر أطور نفسي بجميع الطرق حتى لو إني أنا هنا وما عندنا المعهد بالقراءة يعني أنت تقدر تثقل نفسك بالقراءة يعني في الجامعة كنا ندرس مواد آسف ندرس مواد كانت تهتم بالمجال الدرامي يعني عندنا مواد مثلا في مادة اسمها النقد الدرامي كنا ندرسها في مادة اسمها أسس تصوير في مادة اسمها تأثير وسائل الإعلام في مادة اسمها يعني في مواد كثيرة كنا ندرسها في الإعلام حاليا أنت يعني في كتب كثيرة مثلا في كتاب مثلا اسمه كتاب إعداد ممثل كثير جيد حقيقة ناسي المؤلف والله
يعني انت تقدر تتسق موهبتك بالقراءه مثلا يعني تقدر تنميها، مو شرط انك تسافر تتغرب وتدرب. ممتاز. طيب نسترجع الذكريات الجميله البدر في برنامج نجم الكوميديا. اوكي يلا. اعزائي المشاهدين طلعنا وياكم نشوف زميلنا المذيع بدر الحديد. لا مو مذيع، مو مذيع، بقول لك ليش بعد نطلع نشوف نجم الكوميديا. اعزائي المشاهدين طلعنا وياكم نشوف نجم الكوميديا ونرجع لكم. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم في اول حلقه من يوميات برنامج نجم الكوميديا السعودي اللي راح يطلع عليكم يوميا ابتداء من الليله ما عدا الاثنين والثلاثاء عبر شاشه التلفزيون السعودي. في الحلقه الاولى راح نشوف ملخص عن البرايم الاول، وصول الطلاب الى الاكاديميه، واول درس رياضي صباحي، واول درس عن اصول الكتاب. خلونا نتوقف اولا مع دخول لجنه التحكيم والطلاب الى مسرح برايم نجم الكوميديا السعودي. نرحب باعضاء لجنه التحكيم، الفنان القطري عبد العزيز الجاسم، الفنان السعودي يوسف الجراح، الفنان الكويتي حسن البلام، المخرج السعودي عامر الحمود. يا اهلا وسهلا يا شباب، يعطيك الله العافيه، منورين. تفضل اساتذه على المسرح، يعطيك العافيه، تفضل استاذ. كل النجوم بداوا بنفس البدايه، إن شاء الله راح نشوف مواهب جديدة وإضافة للدراما السعودية. شكرا لك. شفتهم حسيت إنه فعلا كل واحد فيهم نجم حيطلع منه شيء بإذن الله. إن شاء الله. أنا أقول الغرور يروح، حب بعض، الأنانية الفنية تنشال، الكل ينجح. كان للطلاب في البرايم إطلالتين، أول إطلالة كانت مشهد تمثيلي موضوعه الكوميديا عبر العصور، تمرنوا عليه مع الأستاذ محمود أبو العباس خلال يومين بس. أعزائي المشاهدين يا هلا ومرحبا بكم، ويا هلا ومرحبا بضيفنا. طبعا يمكن ما كانت بالنسبة لك تجربة صعبة بما أنك أنت كنت من محبين المسرح. لا والله والله صعبة، أقول لكم أكون معك صريح، يعني أنا مثلا في نهاية في البرنامج آخر يعني البرنامج كان 14 برايم مباشر سوين، كان على في الأسبوع يبث برايمين مباشر، آخر ثلاث برايمات أو أربع برايمات شاركني مذيع البحريني بدر محمد مذيع من تلفزيون البحرين، لأنه كان أيضا يبث من تلفزيون البحرين البرايم. فقال لي بدر أنت ممثل؟ قلت له قال أنا مذيع الحين مرتبك، أنا مذيع مرتبك، أول مرة أطلع برايم لايف جمهور. فأنت شلون جو شالوكم اللوكيشن حطوك برايم، خذوه فغلوه. والله العظيم يعني وش أقول لك أختي منال، أنا أول برايم شوف أول ما بدينا البرنامج كنا أخذنا الجولة، الجولة كانت سهله يعني تمسك مايك وتروح في الكواليس مع المتسابقين والشعورك ما شعورك سهله يعني مو مباشر. لما جاء المباشر واللايف المباشر برايم حسيت انه الدعوه جد يا ولد، اي غلطه محسوبه، وما كان في اوتو كيو. ما كان في اوتو كيو، يعني شو بسوي، شلون بتحفظ، شلون بتقول. قلت خلاص بدر انت ممثل، مثل انك مذيع يعني والله العظيم الحمد لله مشيت معي، يعني اول برايم، ثاني برايم، ثالث برايم، تعودت يعني. بس انا سعيد بهالتجربه. وش تحس انه اضاف لك هذا العمل بما انه كان في نجوم كبار انتقدوا مثلا الفنانين الممثلين الشباب اللي كانوا متواجدين، تحس انه فعلا اضاف لك شيء بما انه كان حسن، يوسف الجراح، نجوم كبار قاعدين قدامك قاعدين ينتقدوا اعمال الشباب؟ ما حسيت انه اضاف لك شيء؟ لا انا شوفي انا في النهايه انا مقدم،
وعلى فكره انا قاعد اقول لك تو انا مو مذيع يعني حتى اقول مو يعني مذيع. انت كان كل تركيزك انا كيف اقدم اعزائي المشاهدين يا هلا ولا اوطي على طبيعتي انه انا استفيد من الممثلين لا انا خليني اقول لك لا انا ما ليش اتكلم بصراحه ما في شيء اسمه تستفيد في, في البرايم هذا وش استفيد بصراحه يعني انا اخفيت شغله واحده الاشياء الانتقادات اللي تجي اي انا بقول لك هذه هي انا كنت استفيد مثلا انه انا لاني انا حاب التمثيل واشوف الشباب يقدمون احيانا الانتقادات اللي كانوا يقولونها للشباب كيف تسوي كذا على المسرح كيف انا استفيد لكن انا كمستوى الشخصي مثلا احنا في مثلا في مجال التمثيل ما في اي علاقه بينك وبين الكاميرا قريب يعني لازم غلط انك تناظر الكاميرا وانت تمثل مثلا استفاء يمكن برنامج نجم الكوميديا خلاني اكثر قرب من الكاميرا يعني 50 يوم أنا أصور و50 يوم أخاطب الكاميرا فصار عادي بالنسبة لي إنه يعني خاصة في اللقاءات مثلاً في أي كان إنه صارت بالنسبة لي إنك كانت تخاطب الكاميرا هذه بالنسبة لي صارت سهلة عكس أول يعني إنك كيف توقف قدام كاميرا وتتكلم يعني يا سلام نشوف في يوم من الأيام بدر يقدم برنامج شوف أنا تضيفني فيه بس أهم شيء لا والله شوف أنا أقول لك بصراحة برنامج مثلاً إنه أكون مذيع وعزيز المشاهد كيف ما أتوقع ما توقع. حتى لو كانت يعني لا انا ما اطلع مقدم بطبيعتي مثلا انه ما عندي مشكله انه كبدر الحيط كمقدم او بس مذيع لا لها مهنتها يعني ولها اهلها ليش لقيتها صعبه يعني انك انت قاعد تخاطب الكاميرا لا بس ما تستهويني والله ما تستهويني يعني انه كمذيع ما تستهويني يعني فكره يمكن يصير في شيء انه يغير شكلك التمثيل الدرجه هذه طلعت اسهل من التقديم تكون تكتوري لا لا والله تصدقين في ممثلين في مذيعين مثلوا وقال العكس قالوا والله التمثيل ما توقعنا انه سهل مع انه بالعكس ترى مذيع انا ممثل اقدر اسوي نفسي مذيع اقدر امثل اني مذيع يعني انا استغربت بس منك بدر تقول لي انه احنا انا تعبت في البحرين واحنا قاعدين نصور و50 يوم وانا مرضت وكذا وكانت تجربه شوي صعبه علي بما انه التمثيل انت تقعد بالاشهر برا 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 بيتك برا اهلك وانت يلا هذه الكاميرا لا المشهد هذا ما صار يلا عيد مره ثانيه لا البحرين ظروف البرنامج هنا انا لاني ما تعودت انه أنا كنت أصور ساعة في اليوم في البحرين فكنت أصور ساعة في اليوم تخيل أنا 50 يوم جالس يعني حسد بالملل شوي الاشتياق للأهل هذه الظروف النفسية شوي لا في اللوكيشن أنت تتمنى يوم أوف لما تروح تتصور يعني أنت تصور 35 يوم عندك كاست كامل زملاء ممثلين ممثلات ونطلع سوا نروح مع بعض جروب في البرنامج أنا كنت يعني مقدم بس أني أجي ساعة أقدم رسالة هذه اليومية اللي شفناها وأمشي فيعني انه الروتين نفسه هناك هو اللي كان ممل بالنسبه لي واثر على نفسيتي شوي. طيب بدر بالنسبه لك انه انت شفت الفنانين شباب مبتدئين وفي انت شاركت باعمال مع ممثلين شباب يمكن يكونوا يمكن من الكيك او مثلا من اليوتيوب او توهم مبتدئين لك مشاركاتك؟ لا انا الشباب لا مع اليوتيوب او كذا لا والله ما كان لك مشاركه لا انا يعني. اشتغلت مع مثلا شوف ال 37 كان فتح مجال يعني سوري كان اول مسلسل هو 37 درجه اتوقع كان اول مسلسل شبابي يعني بعد يعني قناه ام بي سي انتجته وكذا ارجع الشكر خاص الشيخ ويد ابراهيم اللي تبنى الفكره ودعمنا بعدها طلعت الاعمال ام الحاله شفنا كوميدو بعدين شفنا شباب البوم يعني تفجرت الساحه صارت فيها اهتمام اكثر الشباب انا اشتغلت شباب اعمال شبابيه مثلا بعد 37 على طول اشتغلت ام الحاله مع النجم الكبير سعد زهراني ومشعل مطيري ودريعان دريعان ومحمد اسامه القس ومحمد مقبل رياض صلحاني اشتغلت ام الحاله بعد اشتغلت شباب البوم ايضا مع نجوم شباب البوم معروفين فيصل عيسى وشايفه طب انت بالنسبه لك كممثل ويعني لك تقريبا 5 سنوات نقدر نقول من 37 درجه كانت بدايه انطلاقه بدر طب انت الممثلين الجدد اللي بدأوا الحين يدخلوا للساحة الفنية كيف نظرتك لهم؟ من الكيك واليوتيوب اللي مجرد ما مسك الكاميرا الحين صارت الشهرة الحين صارت الشهرة صارت الشهرة سهلة على فكرة يعني الكل يقدر يشتر بس مضمون شهرتك إيش يعني وهل أنت مستمر على ذا الشيء لمتى يعني في نجوم يوتيوب حقيقة يستاهلون شهرتهم يستاهلون ما يقدمون يعني في شيء أنت تشوفه مميز حقيقة حتى على اليوتيوب وتفرح لهم لكن في ناس تشوفهم يشتهرون على اشياء مع احترامي انت تقول ليش حرام ان هذا ينشافون وينشهرون وايضا ما لهم في النهايه فتره أي معينه أو أي وفتره معينه وراح يمشون وما في بصمه شوفي لكن انا ما زلت عند رايي انه كثير اول ما طلع اليوتيوب قالت اليوتيوب راح يمحي التلفزيون ما في شيء يمحي التلفزيون مستحيل يعني شوف اليوتيوب له مشاهدات له نجوم ولكن في محصور على فئه عمريه معينه
مو مثل التلفزيون ملم لكل العائلة وكل البيت يشوفه. في نجوم في اليوتيوب، في نجوم في الكيك، في نجوم في الانستغرام يستحقون انهم يكونوا نجوم. طيب والنجوم هذا يوم شفتهم على الكاميرا حسيت انهم فعلا قدروا انهم مثلا يكون لهم بصمة مميزة فعلا في التلفزيون؟ في نجوم من اليوتيوب طلعوا للتلفزيون ولقيتهم مميزين فعلا قدام كاميرا، بدون ذكر اسماء حقيقه عشان ما يمكن في بالي اسماء اعرف، ما اعرف اسمائهم، ما اعرف اشكالهم يعني، فمميزين لا قدموا اشياء مميزه يعني. يعني نقدر نقول ان شاء الله الشباب هذا لهم مستقبل. اي لانك لان اصلا كانت رسالتهم من اليوتيوب صح، كانوا اللي يقدمونه في اليوتيوب صح، اللي يقدمونه في الكيك صح، ما كان مسخره او شيء او فيهات خفيفه. ايش اكثر شيء يضايقك فيهم بدر انت بما انك انت من، ما حنقول انه انت والله انت من الفئه العمريه المختلفه، ما اشوف والله ما اشوف، ما في شيء يضايقك انه انا ممثل؟ انا عارف اني بتضايق، ما اشوف انا ممثل والله العظيم، ما اشوف تلفزيون وهو ممثل كاميرا يشغل الكاميرا وهلا. لا مو ممثل هذا، لا مو ممثل. انت وش تسميه؟ وش تسميه؟ يعني واحد قاعد يتكلم في الـ واحد قاعد يتكلم يناظر شو اسمه الجوال ويتكلم، مو ممثل تسميه ممثل؟ هم يسمونه نفسهم لا مو ممثلين، لا يقعد يتكلم مثلا يطرحون قضايا او شيء زعم منه يعني انه مثلا. طب وانت تأيد فكره المنتج انه يجيب ممثل؟ اذا كان ممثل، مو ممثل يجيب اي احد من الكيك او له نسبه متابعه جدا كبيره ويدخل العمل عشان بس ان الجمهور يجي معاه للعمل. ممثل هو؟ ممثل هو اكيد، اذا كان ممثل. واذا كان بس كذا بس تهريج وعشان انا اسحب؟ لا لا يعني كانك جايب سلعه يعني تسويقيه، ها سلعه تسويقيه ما راح تضيف اتوقع، يمكن تضيف العمل كتسويق يمكن. طب ولو مثلا حطاهم في المسرح ايضا نفس الكلام، لو كان ممثل راح يسوي شيء. لو كان ممثل راح يسوي شيء يعني مثلا في 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 شواهد كثيره، مثلا نجوم كيك ويوتيوب عرضت عليهم اعمال وشاركوا في اعمال، المنتج والممثل اللي معهم مره انصدم منهم يعني. بس ان المنتج اكيد ذكي راح استغلهم كاسماء انه انا جاي فلان وفلان اكيد. يعني انت مع ولا ضد الفكره هذه انه انا علشان بس ازود عدد المتابعه اجيبهم؟ والله لا انا ما وانا اعرف انه مو ممثل ما راح اجيبه. انا افكر اني انتج على فكره يعني ان شاء الله من خلال البرنامج هذا اسمعني وزيرنا العزيز، وان شاء الله والله افكر يعني وحاب ادخل هالمجال حقيقه، مجال الانتاج يعني. طب ومن ناحيه المسرح لو جينا نتكلم عن المسرح اللي هو ابو الفنون، يعني احنا تكلمنا عن الدراما ومشاركتك فيه في مع الممثلين الكبار والنجوم، طب المسرح ايش يعني للبدر المسرح؟ المسرح مدرسة زي ما قلت لك قبل حقيقة، يعني تتعلم منها يعني، أنت وقفتك على المسرح تمثل قدام الجمهور قاعد أنت تتعلم تلقائيا رياكشنات وجهك، حركات يدك، وقفتك، كلها تعطيك إياها تلقائيا، تتعلمها منهم من المسرح أقصد. في التواصل مع الجمهور كذا لايف خلاص، ما في بتقول إفي، ما تقول عيد مره ثانيه، ما تقول خلاص لايف، اذا هو اوكي الجمهور بيستمتع، اذا هو اوكي في متعه، في متعه خاصه. كانت اول مشاركه لك كيف كان احساسك؟ في فرق بين مشاركه بعد ما بدر الحيد انعرف او قبل. كان لك مشاركه قبل ما كان لك مشاركه؟ كان مسرح الجامعه مثلا كثير شاركت، مسرح الجامعه كان مع الاستاذ ناصر الباز، كانت في مسرحيه الجدار اخذت عليها جائزه افضل ممثل، في مسرحيه كان اول سنه عمدت امانه الرياض عمدت المسرح فسويت مسرحيه كان اسمها سعاده المدير او رابطه المشجعين. ممتاز يعني بدر شارك في المسرح قبل ما ينعرف ويصير النجم، وشارك قبل وبعد بعد. فانا ابغى اشوف ايش الاحساس او ايش الفرق اللي حسيت ما بين الاثنين. الاداء طبعا اختلف بعد ما عرفت، الدور اختلف، الاهتمام في الدور اختلف، ظهورك انت كيف بيكون يختلف اكيد، ان لما تشوف جمهور جاي يمكن عشان بدر الحيد، انت لما جمهور جاي انه رحب بدر الحيد، جمهور جاي تسمع قاعد يقول باسمك ورا الكواليس انه بدر الحيد، فانت اكيد بتحرص انه كيف بطلع على الجمهور، كيف بس بركز على الجمهور، كيف بيكون تواصلي مع الجمهور. بعكس لما انت تكون كنت وقتها مو ممثل معروف او شيء، انك تطلع تسوي اي شيء وتمشي بس انك عشان تفرغ شيء جواك يعني، او تفرق حتى في اختيارك الافكار، انه الان تحرص على النص ايش بتقدم مو توافق وبس. يعني انا مثلا السنه هذه عرض لي نص ما رفضت، ما شاركت مسرح السنه هذه. طيب وانت كيف يعني، خلينا نتكلم اول شيء انه ايش اللي اضاف لك المسرح؟ والله المسرح مثل ما قلت لك هو اضاف لي
تقريبا خلع في التقارب بيني وبين الجمهور كثير، اللي هو تواصل كثير، يعني اعطاك الجرأة أكثر انك انت تعرف جمهورك هل هو حابني او مو صحيح وراي الجمهور. صح، وراي الجمهور فيك وما تقدمه انت ايضا، لانه مباشره خلاص تاخذ وتعطي مباشر معهم. طيب ايش رايك في المسرح السعودي من ناحيه المسرح الشبابي؟ هو ما في مسرح شبابي ومسرح، اعتقد يعني يمكن قلنا دراما، اوكي نقول دراما شباب ودراما، بس مسرح ما اتوقع في مسرح شباب. المسرح يعني قاعد يضم كل نجومنا يعني. طبعا لا زلنا نردد نفس الكلام انه في تقصير، والمسرح عندنا يبغى له دعم، والمسرح دعم من اي ناحيه؟ هل من النصوص؟ هل من الاعلان؟ من الوزاره ايضا دعم. يعني امانه منطقه الرياض مشكوره، قاعده تقدم شيء يمكن انه ترى مو شغلها اصلا في الاساس، يعني لما تقدم لك مسارح، لما تقدم لك في العيد وتخليها ضمن احتفالات عيد ان تسوي لك مسرحيات وتعمد، ليش ما نلقى التعميد هنا على مدى العام؟ ليش 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 ما يكون سوى تجاري يا اخي مسرح؟ شو المشكله عندك؟ خليه يعرض ويكند مثلا. ابن مساء، ابن مسرح واحد، نبغى مسرح واحد والله، ابن مسرح واحد. طب المراكز اللي موجوده اللي مراكز مؤتمرات، يعني اتاحت الفرصه انكم انتم كممثلين تعرضوا فيها المسرحيات؟ نعرض فيها بس مراكز مؤتمرات، مو مسرح مسرح، مو مسرحيه ال يعني مسرح متكامل للمسرح، او انك مسرح مسرح مسرح، مو مسرح للمسرح. المسرح ندوات مؤتمرات. طيب ومن ناحيه النصوص، يعني تحس انه فعلا النصوص اللي والله شو انا مثلا، انا انت مثلا قد مره مثلا رحت لمسرحيه وحسيت انه مسرحيه احد الزملاء الفنانين؟ لا انا المسرحيه اللي قدمتها مثلا نص كان كاتبه نايف فايز ومخرجه خالد الباز. نص مسرحيه قدمناها 5 ايام عرضناها ولقت يعني جماهيريه عجيبه، كان عرضناها في الاجازه الربيع 5 ايام، وابتعثون في ورطه كان اسمها. كان يوميا المسرح فل يوميا، ومسرحيه كان يعني صراحه من المسرحيات اللي انا احبها وما راح انساها، ما اعتقد اني راح اسوي مثلها مسرحيه. كان فيها تعب واضح في الانتاج، صرف واضح في الديكور، في الابهار. كنا نقلب من لوكيشن لوكيشن في المسرح. يعني انا الان جالس في بيت اروح اقلب مثلا على اني انا في ملهى ليلي واطلع. انا كانت تتكلم عن مثلا مبتعثون، يعني نايف قاعد يطرح قضايا هو شايفها هناك عنده لانه مبتعث، فشخصيه خمس شباب مبتعثين وساكنين في الشركه. كانت في مركز، كانت في مركز مكفاه الثقافي. فكره خمس شباب كانوا مبتعثين ومعهم الفنان الكبير بعد اوجه له تحيه عبد الله السناني، كان جارهم ساكن جاي مع بنته ساره ونازل ينزل لنا تحت يعني. فكان كل واحد منا له قصه يعني، وكانت جميلة، أفكارها فيها أفكار حلوة، فيها رسائل حلوة يعني. شيء يعني مشاركة الشباب كانت حلوة بوجود نجوم معاكم في العمل. صحيح. وكانت أعتقد أنها كانت من ضمن عدة مسرحيات، كانت مسابقة للمسرحيات. لا 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 لا، كانت من ضمن احتفالات أمانة مدينة الرياض في الإجازة الربيع 5 أيام. كانت هي الوحيدة يعني، وخمس أيام عرضنا، مو 3 أيام، خمس أيام من السبت إلى الأربعاء. أو عشان وكيف لقيتوا إقبال الجمهور؟ كان في الحمد لله، أرجع أقول لك كان المسرح يوميا يعني، حتى كانت تغطيات إعلامية كثيرة جد. تغطيات إعلامية منكم كفنانين؟ لا اجتهاد لا منكم لا ولا والله لا، بالعكس يعني برامج كثيرة عربية، قنوات كثيرة يعني. طبعا أكيد قناة التلفزيون السعودي ما قصر معنا، برامج كثير في منقول مثلا برامج مثلا صباح الخير يا عرب في ام بي سي، جو غطى خاصة شافوه عندنا في روتانا، برنامج جو كثير برامج وقنوات كثيرة جات تغطي، لأن المسرحية كانت جميلة جدا يعني. طيب وش رايك بدر نطلع نسترجع ذكريات منا وفينا؟ يلا أوكي، أنا قلت الحين مسرحية. أعزائي المشاهدين طلعنا وياكم نشوف مشهد من منا وفينا ونرجع لكم. خرفنا يا شباب، خرفنا. كفو، خف عليك، خف عليك. آخر جهاز جديد. آخر جهاز؟ إي حبيبي. إي إيش فيك أنت؟ سحبته. خف عليك. تكفى عطني الكيس وخذ الهدية. أبى أجيب لكم جهاز كل أسبوع عشان تعرفون، بس عشان تعرفون من السعود. كل أسبوع، كل أسبوع جهاز جديد. بس ما كله بس. قدرت عليه يستاهل يستاهل نص. يا
السلام عليكم. وعليكم السلام. عفوا اخوي بس قلت الاماكن يعني ما قيت تجلس الا معي هنا. لا بجلس بقعد هني. ايش تبي تقعد؟ يا اخوي اعتبرنا ضيف، اسمح لي اشرب ماء. تفضل. ايش ذا العالم؟ ودي اقول لك شيء. قل ويا ليت تختصر لو سمحت. انا عارف ان الحياه بها مشاكل وصعوبات، ومن العيب ان الواحد يحل مشاكله على حساب الاخرين، واللي يلعن من كذا اللي يبني سعادته على عواطف الاخرين. والله انا مو قاعد افهم ولا شيء من اللي تقوله. انا فاهمك، الشباب عندهم فراغ عاطفي ويتعلقوا بقشة أمل، والمشكلة إذا صارت هالقشة شنب تمساح والتهم هالأمل. أخوي أنت من الصبح قاعد تقول لي مشاكل عاطفية وقشة وأمل، ترى أنا مو طبيب نفسي، شكلك غلطان. بس أنا عارف أنك ما أنت بدكتور نفسي، عارف أنك رخامة. عفوا شو تقول أنت؟ أنت من أنت أصلا؟ أنا من أنا؟ أنا الخروف اللي تسحبه وتجرجره يا لما. أنت دخلت اليوم في لعبة ما أنت بقدها، فهمت ولا لا يا لما؟ واعتبر إنه من اليوم إن اللعبة بدت. تكسير روس اليوم. اليوم لا عجب. يا هلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا بضيفنا اليوم. طبعا اليوم ضيفنا انت تمثل الممثلين الشباب والفنانين الشباب، بما انه شاركت ما شاء الله عليك كان لك مشاركة في طاش، وكان لك مشاركة في 37 درجة، ومن نوفينا، وأيضا لك مشاركة مميزة في شباب البوم، والمجهولة كان، والمجهولة وفي شفت الليل شاركت معهم أيضا. لا بس إن نتكلم، خلينا ما شاء الله كان لكم مشاركة فعلا. أنت طلعت شوي من الكوميدي ودخلت بالتراجيدي اللي هو في المجهولة، أبدعتوا فيه ما شاء الله، كانت ماخذ الطابع البيئة القروية، وايضا بما انه بنت عمتك، كانت بنت عمتك ولا بنت خالتك؟ اي لا سبت كانت بنت عمتي. اي لا هو كان ربط بين المدينه والباديه يعني. قصه يعني انا هل كانت اول عمل لك انه درامي تراجيدي؟ يعني احب العمل هذا كثير، فخور فيه كثير يعني العمل هذا. انت فخور فيه ومبسوط كثير وحابه كثير، لان المخرج صديقك سمير عارف. لا والله والكل صديقك على فكره، الكل في يعني سواء يعني انا مثلا الاستاذ اوجه له تحيه، خادم سيد منتج العمل الاستاذ سلطان النفيسي، المخرج سمير عارف، الممثلين ايضا. لكن انا العمل حابك يعني، انا اول ما كلمني الاستاذ سلطان النفيسي قال لي بدر عندنا عمل، وشرح لي الموضوع وقال انت خذ النص وشوف. اعطاني 20 حلقه بس، والله العظيم انا اخذت الحلقات الساعه 8 ما فكيتها للساعة 6 الصبح. ممتاز. من كثر ما انا تحمست لما اقرا القصة، تحمست كثير، وما كانوا معطيني 20 حلقة على انها تعدل اخر 10 حلقات هيك. اعتقد كانت 20 حلقة كافية انها تبين لك جودة العمل كامل يعني. فلما شفت قريت ال 20 حلقة متماسك يعني، طبعا اوجه تحية ايضا، انا ما شاء الله قاعد اوجه تحيات كثير اليوم للكاتبة المميزة حقيقة لمياء الزياد العتيبي، كانت هي المؤلفة العمل. فاقول لك كثير تمسكت في القصة وتحمست معها. عملية الربط ما كنت متخوف انه عمل تراجيدي جديد عليك؟ لا لما قريت النص بالعكس، بالعكس انا احب الدراما والتراجيدي احبها كثير واحب اشتغل فيها يعني. رغم صعوبة الجو كانت نوعا ما. بالعكس لا احنا كنا نصور في الباحة، كانت البادية يعني انا الممثل الوحيد اللي كان يربط احنا كنا نصور القصور والفيلا في الدمام والبيئة في الباحة، انا الممثل الوحيد اللي كنت ترى بين اللوكيشنين هذا، لاني انا على قولتك اروح لبنت عمتي في البر مع علي السعد وكان معنا في الدمام.
بس العمل ككل كان جميل، بس انه ما كان يعني اعتقد العمل انظلم في تسويقيا يعني ما كان. هو عرض على قناه ثانيه غير السعوديه فواس اني يمكن ما شاء الله بعد حللوه عرضه اكثر من ثلاث مرات، بس انه كنا حابين العمل ينتشر اكثر وحاب العمل انه يعني حقيقه المفروض انه يعني العمل جميل جدا بس ما توزع يعني. يعني انا اتذكر مثلا واحنا على ايام نجم الكوميديا كان الفنان عبد العزيز الجاسم يقول بدر انا كنت احرص يوميا اني اتابع المجهوله. كان يعرض على التلفزيون السعودي الساعه 11 الاعاده في رمضان، وكان يعرض الساعه 12 في الليل ويعاد 11 صباحا، فيقول انا احرص اني اشوف الساعه 11 قبل اصلي الظهر. كثير حاب عمليه الربط والتوليفه اللي حلوه فيه، بس مثل ما قلت لك انه حرام يعني انه مثل هذا يؤرشف، المفروض يوزع اكثر وده يسوق اكثر. طب هذا الشيء تعتقد انه من مين؟ من المنتج او من مين بالضبط؟ يمكن منكم. لا ابتسامه. ما ادري والله، انا ما ادري هل من المنتج من التلفزيون، والله ما ادري للامانه. طب لو مثلا الحين جاك منتج قدم لك عمل بطوله في كوميديا واعطاك بطوله في تراجيدي، ايش اللي تختاره؟ ايش اللي تحس انه فعلا انا يمكن اميل له اكثر؟ والله انا اميل للنص الافضل والله العظيم، مو ما تفرق معي كوميديا تراجيديا ما تفرق، انا عندي النص الافضل، القصه الافضل، الدور، المحاور اللي انت بتتفرع منها الشخصيه افضل من وقتها ارشح يعني. انا اختار الافضل بالنسبه لي، ما تفرق سواء دراما او تراجيدي بالنسبه لي ما تفرق. اعتقد حتى اتوقع اختيار الكوميديا بالنسبه لي راح يكون اصعب يعني. لو اختيار الكوميديا بالنسبه لي اصعب، الدراما يمكن الدراما يكون دورك مو قوي لكن قصه حلوه فانت اوكي تتنازل يعني. لكن الكوميديا يمكن يكون انت لازم تقرا ايضا الكوميديا المقدمه، هل هي كوميديا موقف، كوميديا مبتذله في الالفاظ، كوميديا كاركتر، شخصيه الكاركتر اللي تطلع انه اعتقد ماتوا اللي الكاركتر المجنون المهثولي عشان يطلع كوميدي خلاص مات، جال عليه زمن وطوى يعني. فانت النص هو اللي يحدد انت تختار ايش بالضبط. طيب ايش رايك بالنصوص اللي قاعد تقدم الحين؟ انا اتذكر كان في ناس يقولوا لك انه النصوص اللي تقدم يعني نكون حريصين انها تكون شبابيه، هل تحس انه فعلا هي شبابيه؟ ما للاسف حاليا ترى الانتاج عندنا قل مو مثل اول يعني للامانه، خاصه السنتين اللي راحت انك قاعدين نشوف انه في سنه من السنوات انه شفنا الدراما السعوديه يعني صارت مطلوبه حتى في القنوات. القنوات يعني غير التلفزيون السعودي وقنواتنا السعوديه، شفنا قنوات تطلب اعمال سعوديه. للاسف في السنوات الاخيره الثلاث هذه اللي راحت انعدم هالشيء، صار موسميه اعمالنا بس يعني. قبل رمضان ثلاث شهور اربع شهور الكل يصور بس. ليش يعني ليش ما تصير على مدى العام انك على مدى العام انك تنتج وتقدم اعمال؟ النصوص يعني نسمع ان ندره نصوص، لكن انا كممثل مثلا ما احس بندرة النصوص، لان انا يكلموني وكل شيء جاهز. صح؟ يعني يكلموني كبدر عندنا نص وعندنا عمل، يمكن ندرة النصوص عند المنتج. في قد مره رفضت عمل مثلا وندمت عليه بعد ما رفضته؟ لا، رمضان هذا اللي راح في عمل انا اعتذرت عنه لان ما ناسبني يعني، وعرض العمل في رمضان على قناه ثانيه يعني غير السعوديه، ما ندمت حقيقه. طب بدر، مين من النجوم اللي فعلا تحلم وتتمنى انك انت تشاركها في اي عمل؟ انا بالنسبه لي الحمد لله محظوظ زي ما قلت لك يعني، انا على المستوى السعودي اني شاركت مع اغلب نجومنا الحمد لله يعني، كافي اني بديت مع ناصر القصبي وعبد الله سدحان ويسو الجراح بديل اسناني، طبعا باقي يعني كم نجم ما شاركت معهم، بس طموح مثلا وحلم من الصغر اتمنى اشتغل مع الفنانه الكبيره سعد عبد الله. يعني كخليجيا حلم. انت قلتي حلم، ما تدري يمكن يكون في يوم من الايام ان شاء الله. والله يعني انا بالنسبه لي حلم حقيقي، طموح اني اتمنى اني اشتغل مع. طيب ننتقل من الطموح للاحلام، ايش هي احلام بدر فعلا بالنسبه له حلم؟ بما اني انا ممثل، بما اني انا يعني على مستوى العمل المهني يعني المهني اكيد اتمنى حقيقه يعني، انا بالنسبه لي انا ما قدمت شيء الى الان يعني، مو كلام تقليدي يقال وبس انه انا الى توني في اول خطوه واول سلم، لا بالفعل انا ما الى الان ما قدمت عمل اعمال بعد، انا لسه انا احس ان عندي كثير لسه ما قدمته، من حتى في الدراما في التراجيديا في التراجيديا مثلا، انه في اعمال كثير انا ما قدرت اقدم يعني، او اني ما الى الان ما قدمت شيء. اتمنى ان شاء الله اني
ألقى لي عمل اللي يقدمني ويطلع الأكثر بدر الحيد واللي عند بدر الحيد أيضا. وإن شاء الله وأتمنى مشاركات خليجية أيضا، أسعى إن شاء الله يكون يعني انتشار أكثر خليجيا. في شيء جديد البدر؟ والله إن شاء الله أنا في كلام بعد رمضان، قبل رمضان، في رمضان تقريبا عمل إن شاء الله مميز أعتقد أنه راح يكون مع نجم كبير ما راح أقول اسمه يعني. طب أعطينا خلية تكون شيء حصريا. لا 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 لأن نفس النجم إلى الآن هو اللي يكلمني حقيقة، بس إلى الآن هو بس إنه فكرة العمل راح يكون أنا والنجم فقط يعني، وأنا دور العمل راح أكون أنا ابن النجم ومعاناة مع ابنه. لا كذا حنزعل بصراحة. كذا منزعل جد. لا لا بس برنامج دراما لازم تكون تصرح. لا والله لا لأن لأن لنتأكد الموضوع أي. وفي عمل راح أصوره بعد رمضان هو بايلوت أيضا. عمل أيضا جميل وقصة مختلفة راح أصوره بعد إجازة الحج مع المخرج سمير عارف أيضا. يلا أكيد نتمنى لك كل التوفيق بدر، كنت اليوم منورنا. نتمنى لك التوفيق في حياتك العملية والعلمية. أتمنى لك أكثر الماجستير في الإعلام أكثر إن شاء الله. أنا اللي أشكركم صراحة، أشكرك أختي منال، أشكر الشباب المصورين، أشكر مخرجنا المميز، وإن شاء الله كنت طيب خفيف عليكم. ما أدري آخر 10 دقائق صادني حساسية أو شيء. أنا مو فرصة سعيدة، أنا سعيد أني معاكم اليوم إن شاء الله عبر شاشتنا أكيد بيت الممثلين ونجوم سعوديين كلهم تلفزيون سعودي. إن شاء الله قدرت أني أسعد جمهوري بهذه الطلة. أقول لهم أن متابعتكم وحرصكم ودعمكم كثير يسعدني، ولولا حبكم أنا أكيد ما راح أستمر وما راح يكون عندي هذه الطاقة. أتمنى أتوفق دائما لكم كل تحياتي أكيد. الله يسعدك يا رب، ونتمنى لك فعلا التوفيق، وكنت ضيف مميز وخفيف ظل أكيد علينا. بدر أتمنى لك التوفيق. شكرا وإياك. شكرا أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم. أتمنى حلقتنا لليوم نالت إعجابكم أكيد، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم الدراما نفس الموعد ونفس اليوم، وإلى اللقاء.